يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال؟ هذا شيء وذاك شيء، لا ينظر إلى المظاهر والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا الذي ما عنده إلا مظهر، ما عنده إلا مظهر فقط وليس في قلبه إيمان، أو إيمانه ضعيف. أما الإنسان الذي في قلبه إيمان قوي فإنه يشرع له أن يتجمل، يتجمل في الظاهر باللباس والطيب، ويتجمل في الباطن بالنية الصالحة والاعتقاد السليم. مطلوب جمال المظهر وجمال المخبر والقلب. أما الذي يقتصر على المظهر فقط هذا هو الذي لا ينظر الله إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأطفال الصغار، لكن مراد الحديث أشعث أغبر أن الإنسان لا يحتقر المؤمن مهما ظهر مظهر، ما يحتقره. قد يكون مظهره ما هو مشجع لكن قلبه فيه نور قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.